جائزة مقدارها 15 مليون دولار رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية لمن يزودها بمعلومات عن هذا الرجل. فمن هو؟ الإيراني حسين هاتفي أردكاني، من مواليد مدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، رجل الأعمال الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهرات كاوان للإلكترونيات في طهران المسجلة بشكل رسمي في إيران، والمتهم بإدارة شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية بما فيها مسيرات هجومية تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا، وفقاً لما ورد في موقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ونجح أردكان في إدارة شبكة كانت نشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طيلة السنوات العشر الماضية عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار والتي استخدم بعضها في الحرب الروسية الأوكرانية. لائحة اتهامية كانت صدرت في سبتمبر 2020 بحق أردكاني، جاء في ملخصها اتهامه التآمر لشراء مكونات إلكترونية أمريكية الصنع يمكن استخدامها في آن معا في المجالين المدني والعسكري وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران. ليعلن القضاء الأمريكي قبل شهر توجيه تهمة لأردكاني والصيني غاري لام العاملين لحساب شركة صينية بإمداد طهران خلافا للقانون بمكونات إلكترونية لاستخدامها في برامج لإنتاج طائرات مسيرة يطوره الحرس الثوري الإيراني. وتقرر وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية لأردكاني وأفراد آخرين متورطين. ووفقاً للائحة الاتهامية، فقد استخدم أردكاني ومتآمرين معه شركات أجنبية للتهرب من ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على المكونات الحساسة، واستغلال شركات أجنبية بالأخص فرنسية وكندية لشراء هذه المكونات وشحنها إلى هونغ كونغ ثم تصديرها إلى إيران. وبحسب المحقق الخاص مايكل كرول، فقد شكل أردكاني والمتآمرين معه شبكة متطورة لإخفاء عملية الاستحواذ غير المشروع على التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية لشراء مكونات الطائرات المسيرة الفتاكة.